بلاش تكون متسبب في حادث وانت مش واخد بالك. مساء الخير اخواتنا السائقين اللي هم بيتحركوا على الطريق بتاع العاشر من رمضان، وبينقلوا اخواتنا الموظفين اللي شغالين في المصانع. حضرتك بتبقى راكب العربية الكبيرة اللي هي 25 فرد او 20 فرد او 30 فرد، الباص الكبير دوت، عربيتك بتمشي على قدها وسرعتها على قدها، ماسك ليه الحارة 120 وماشي فيها 70-80؟ اولا انت كده كده هتخش في الاتجاه اليمين عشان تنزل العاشر من رمضان وتنزل منطقة المصانع وتنزل من الاتجاه بتاع الروبيكي عشان تودي الموظفين اللي معاك. ثانيا عربيتك الهيلسي باور بتاعها ضعيف، الموتور بتاعه ضعيف، مش قادر يمشي اكتر من كده، ليه ما بتمشيش في البطيء اللي جوه؟ طيب حضرتك لو انت مصمم انك تمشي بسرعة بطيئة، مت عربيتك ما بتزيدش عن 80-85 كيلو في الساعة، وبتبقى صوت العربية عالي جدا وعمال بتنحر فيها عشان خاطر تمشي، وانت ماشي في الحارة 120 بتجبر الناس اللي هي عاوزة تمشي في السرعة 120 انها تتخطاك من جهة اليمين، وتبدأ تعمل مناورات من جنب اليمين، بتعرضهم للخطر. طب ما نيجي نتعامل مع بعض كإحنا إخوات، أنت بتخاف عليا وأنا بخاف عليك، حاول تلتزم وامشي في البطيء بالسرعة بتاعتك، امشي السرعة البطيء 80-85 امشي فيه، لو مش عاوز تمشي في البطيء امشي في الحارة الرابعة أو الحارة التالتة ونبقى ماشيين ورا بعضينا، إنما إنك تمشوا الصبح مع بعضيكم من أول الساعة 6:30 لغاية الساعة 7:30-8 عاملين زي الكول، كل واحد بعيد عن التاني، الاثنين بيتنافسوا مع بعضيهم، كل واحد فيهم عمال بيزود ويشد في عربية والعربيات تعبانة، انت عربيتك مش قادرة تمشي اكتر من كده وصاحبك عربيته ضعيفة، فانتوا بتنوروا مع بعضيكوا على الطريق بسرعات بسيطة جدا، والناس اللي ورا منكم اللي راكبة عربيات تانية مختلفة المفروض ان ده الطريق بتاعها سرعته 120، فما ينفعش تمشي على الطريق السرعة 120 بسرعة صغيرة اللي هي 80-85 وانت ماسك الحارات ومخلي العربيات بتنور ما بين بعضيها على الطريق. فخليك حريص وخليك ايجابي، بلاش انك تعمل كده عشان ما تسببش في حوادث لناس تانية وانت مش واخد بالك، حاول تلتزم يا اما في البطيء وتمشي بالسرعة بتاعته 80-85، يا اما امشي في السرعة الحارة اللي هي الرابعة او الحارة التالتة وتبقوا ماشيين كول مع بعضيكوا، مفيش اي نوع من انواع المنافسة، في الاخر حضرتك وزميلك هيوصلوا للمصنع وهتقفوا مع بعضيكوا تتسلوا، فالقصة مش قصة منافسة مين عربيته احسن من التانية، ما هو في الاخر لو عربيته عطلت انت هتقف عشان خاطر تساعده، وفي الاخر لو هو وصل قبل منك برضه هيستناك عشان خاطر تاكلوا وتفطروا مع بعضيكوا، ففي كلتا الحالات التحصيل حاصل، مش محتاجين المنافسه على الطريق. لو سمحتوا سيبوا الطريق السريع وخليكوا في الحارات البطيئه، انتوا كده كده داخلين منطقه المصانع وكده كده داخلين لجوه المصانع وهتقعدوا، سيبوا الحارات السريعه للعربيات اللي هي عاوزه تمشي وما تبقاش في كثافه على الطريق، وما تحاولش انك تكون السبب في ان هم يعملوا مناورات على الطريق لان ده هيسبب حوادث. شكرا وارجو منكم الالتزام. شكرا.